أهلا من جديد. ينضم إلينا في الاستوديو أيمن رشيد مؤسس موقع أريبة.com. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. صباح الخير. بس خلينا نعرف الناس أصلا بإيش هو الموقع، إذا تعطينا نبدأ عن الموقع وكيف جاتك هذه الفكرة. صباح الخير. طبعا الموقع هو موقع تواصل اجتماعي. دائما كان عندي إحساس أنه الوطن العربي بحاجة لخصوصية، أنه نكون موجودين على موقع نعبر فيه عن آرائنا، نعرض فيه مواهبنا وإبداعاتنا. أي. الوطن العربي مليء بالإبداعات والمواهب مش معروفة، في منهم موجودين في المهجر، في منهم موجودين مغتربين، بدنا نعرفهم على وطنهم الأم. أيوة. يكون في تفاعل بيناتهم. فهو موقع تواصل اجتماعي، من وين جات الفكرة؟ بس الفكره هو انه احنا يعني لازم يكون عندنا هالممبر، لازم يكون عندنا هالخصوصيه هذه كعرب. طيب. ايوه ايمن، ما دام انه تحاول انه يكون موقع عربي، يمكن سؤال اكيد سالته كثير انه ليه سميته أريبة، مش تسميه عربيه، ومن وين جاءت التسميه بالتالي؟ هي اذا بدك أريبة هي كلمه عربيه بالضبط، ومعناها مبدع، معناها انسان ذكي. كلمة عربية. كلمة عربية. فيكم تروحوا على معجم الوسيط وتشوفوا المعنى الكلمة. الكلمة عربية. إذا أصل عربي الكلمة. أصل عربي معناها ذكي. أيوة. وتطلق على القريبة، يعني من أروبا، يعني مثلا زي قريب. ما يقولوا. هي لا معناها إنها قريب زي قريب، هي معناها بالعربي بالأصل معناها هو ذكي، الشخص الذكي. أيوة. الشخص الذكي مبدع. طيب كم مستخدم عندكم لحد الآن، وهل مثلا تقدروا تعرفوا إيش أكثر الدول المسجلة عندكم، من وين تحديدا؟ يعني وصلنا أكثر من 1,000,000 مشترك بأقل من سنة. أكثر المشتركين طبعا موجودين من مصر والسعودية. السعودية اللي بتعرف لأنهم كثير مهتمين بالأونلاين. مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، حتى مصر بالضبط، وطبعا من الامارات، ومن تقريبا من جميع الدول العربيه، والجاليات العربيه المغتربين الموجودين في اماكن بالعالم زي كندا وامريكا. طيب ايمن، يعني الخصائص، يعني اليوم الشخص لما بفوت على أريبة، الخصائص الموجوده فيه سهل التعامل معها بالفعل، يعني تكاد لا تكون تختلف عن المواقع اللي انشهرت. بالضبط. هلا هو حاولت اني اركز انه اليوزر اكسبيرينس تبع الشخص لما يدخل على موقع أريبة ما يعني ما يتغير عليه شيء، لانه بتعرف هاي التكنولوجي بنقدر انه نخليها قريبه جدا، مش راح يتغير عليه شيء. بس انا رعيت شغله كثير مهمه واللي هي بتشغل بال كل الناس، مش بس بالشرق الاوسط، بالعالم، اللي هي الخصوصيه. هلا الخصوصيه الموجوده انه اعداداتك للخصوصيه بتقدر تكوني مرتاحه فيها، انه بتقدر انت تقرري مين اللي يشوف المعلومات تاعونك، مين هم، يعني شبيهه بفيسبوك مثلا. بالضبط. بالضبط. بس احنا لانه عندنا عادات وتقاليد مختلفه شوي، حبينا انه ترتبط هذه الخصوصيه مع العادات والتقاليد. بس يعني كيف هذه الخصوصيه؟ يعني مثلا ليش انا بدي اشترك في أريبة، ما اشترك مثلا في فيسبوك، غير لانه مثلا انه موقع عربي حيكون عندي يمكن تعاطف مع هذا الشيء، بس ايش اللي خليني اشترك في دام ودا؟ انا حكيت انه اليوم يعني انت ممكن تكوني موجوده على الفيسبوك وممكن تكوني موجوده على اي موقع ثاني، بس احنا حبينا نكون في عندنا خصوصيه كعرب، نكون على موقع واحد. ما نكون كلياتنا على، لازم يكون في عندنا بس كده حتعبنا، لانه حيصير عندنا فيسبوك وتويتر وأريبة الحين. يعني ممكن نضيفها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أريبة بالضبط. طيب ايمن، انه اليوم لاحظنا يعني بالموقع انه كمان انت حاطط خصوصيه المنتدى الفورم، انه الناس بتفوت وبتكتب نقاشات، هذا اعتقد يعني تميزت فيها عن فيسبوك او تويتر، بانه الناس بتحط مقالات موضوعات وبصير في عليها نقاش. انا بامن انه الانسان، الشعوب العربيه بحاجه الى التعبير عن 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 نفسها وعن عن رايها. فلقيت انه الفورم بالفعل هي خاصيه فريده ومتعودين عليها الشعوب العربيه. فلقيته انه بالفعل في اقبال عليه كثير، والناس كلها عم تدخل وعم بتعبر عن حالها، لقت لحالها زي ما حكينا. ايوه. منبر. طيب وفي شيء ثاني كمان زياده في أريبة اللي هي موضوع الوظائف، او محاوله انه يعني انه مساعده الناس انهم يلاقوا وظائف، تحكي لنا عن هذا الشيء كيف بيتم؟ طبعا هو طبعا يعني احنا حابين ان يكون في الموقع هذا شامل، موجود فيه اي 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 اي, أي شيء بحاجه له المواطن العربي. وطبعا اكيد الوظائف هي انه الناس كثير عم تبحث عن وظائف، بدنا نسهل لهم طريقه، بما انه هو موجود على الموقع بيقدر كمان انه يعني تكون هالخاصيه موجوده ويضلوا متابع شو
طيب ايمن باعتبارك انت مؤسس قريبه قريبه وعندك فريق يشرف على يعني مساله التعامل والمواد اللي تطرح فيه، قديش مدى يعني اليوم الناس العرب بحبوا يتخلصوا من الرقابي، قديش في رقابي على الموضوعات اللي بتنحط وفي ضوابط؟ الموقع له احكام وشروط، والاحكام والشروط الموجوده على او القيود الموجوده على الموقع هي قيود عالميه. أيوة. تتعلق بس بعمليه يعني الشغلات اللي بتتعلق بالاخلاق والتحريض والمسألة الديانات مثلا المعتقدات كذا، هذا كله عليه ضوابط بالضبط، هذه لان هذا يعني إثيك احنا بنامن فيه، وبس اي شيء بيعبر عن نفسه بموضوعيه احنا طبعا مع فيعني مثلا الشخص يقوم بالتبليغ زي ما بيتم في فيسبوك، في الاليات موجوده طبعا انها بيقدر الانسان يبلغ عن اي شيء لا يتماشى مع الاحكام الموقع. طيب ايمن اليوم المواقع التواصل الاجتماعي بنشوفها انه بتسارع من اجل ان تتنافس مع بعضها وتطرح بكل ما يسهل على الانسان، قديش رح يكون عندك الامكانات في انك بالفعل تواظب وتستمر في مسألة تحديث هذا الموقع؟ أكيد عندي كل الإمكانيات الفنية وطبعاً والمالية إنه أقدر إنه أتواصل مع يعني يستمر الموقع ويبقى في حالة تطور دائم. أيوة. أيوة. طيب واللغات هل مثلا في موجود هلا اللغه العربيه وموجود اللغه الفرنسيه وموجود الانجليزيه والالمانيه، اخترت هدول اللغات لانهم برضه العرب في عندهم زي ما تقولي انه الشعوب مثلا الشمال افريقيا بتهم اللغه الفرنسيه لانه أيوه. بالضبط يعني راعيت فيها اماكن وجود العرب المغتربين. طب ايمن شو تطمح من وراء هذا الموقع؟ يعني انت اليوم كما عرفنا انه عم تدفع يعني من حسابك من اجل ان تنشئ هيك موقع، طب بالتالي يعني تطمح مثلا دخل من وراء فيما بعد؟ طبعا اكيد في لازم يكون في دخل على اساس نقدر نستمر بتطوير الموقع، بس انا كان دائما همي انه كشعب عربي عندنا ابداعات وعندنا مبدعين وعندنا امكانيات، صلنا بعصر الانترنت 20 سنه ما كان لنا وجود حقيقي على موقع على هالعالم افتراضي، فحبيت انه يكون عندنا هذا الموقع احنا يعني اليوم اذا بدك اقل من سنه صار ترتيب الموقع على احدى المواقع اللي هي بتقيم تواجد المواقع، صرنا تقريبا يعني باقل من سنه صرنا تقريبا شي 50,000 من العالم كله، فالحمد لله هذا انجاز انه نوصل العرب على قائمه يعني من تكون يعني رانكت على اوائل المواقع في العالم. من عام سويتوا 1,000,000 مشترك. نعم. قديش معدل النمو متوقعينه؟ هل يعني كيف بيزيد؟ هو عم بتسارع طبعا اكيد، يعني اول 3 أشهر من انطلاق الموقع بصراحه كان اخذنا شيء 400,000 مشترك، كان الشعب العربي عطشان لهيك. ايمن رشيد مؤسس موقع قريبه قريبه والرئيس التنفيذي لهذا الموقع، شكرا لوجودك معنا، نتمنى لك التوفيق. شكرا لكم. شكرا.